شددت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سميرة مولفي على تعزيز التكوين لموظفي الجمارك حول الاتجار غير المشروع لمواد المستنزفة للأوزون، مؤكدة أن تكوين الجمارك يساهم في الحد من هذا الاحتباس الحراري وبالتالي حماية طبقة الأوزون. وكانت الوزيرة قد أشرفت صبيحة اليوم على الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون المصادف للسادس عشر سبتمبر الجاري من كل السنة، الذي جاء هذه السنة تحت شعار تعاون دولي من أجل الحفاظ على الحياة فوق الأرض، وذلك بميناء الجزائر العاصمة وبحضور وزير التجارة كمال رزيق وممثلين عن الجمارك. عاد الغضبان رصد لنا التالي. يتزامن الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون والذي يقام هذا العام تحت شعار التعاون لحماية الحياة على الأرض، مع إحياء ذكرى مزدوجة والمتمثلة أولا في الذكرى 35 لاعتماد بروتوكول مونريال دوليا، والذي يعد أول عمل جماعي في مجال حماية البيئة يشترك في تنفيذه كل دول العالم، أي يعني معاهدة أو اتفاقية مصادقة عليها على المستوى الدولي. فمن الضروري تعزيز التكوين لموظفي الجمارك حول موضوع الاتجار الغير المشروع بالمواد المستنفذة للأوزون، لأنكم أنتم خط المواجهة الأول في اكتشاف ومنع هذه الجريمة. وفي هذا السياق نجتمع اليوم معكم في داركم في ميناء الجزائر للتأكيد مرة أخرى على تعاوننا في مجال حماية طبقة الأوزون ومواصلة جهودنا المشتركة من أجل تحسيس تكوين وتعزيز الكفاءات وكذلك القدرات لموظفي الجمارك.